ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. النهاردة هنعمل كيكة بالجبنة القريش، ودي يعني فكرة لطيفة وجميلة. الجبنة القريش قيمتها الغذائية عالية جدا، بتكون ملحها قليل، آمنة بالنسبة للدهون، هي غير أنواع كل الجبن، مقاديرها في متناول الجميع. تعالوا نشوفوا نعمل كيكة ازاي مع الجبنة القريش ويبقى طعمها لطيف وجميل. معانا بيض، 4 بيضات أو 3 بيضات حجمهم كبار. معانا من الجبنة القريش كوب لو احنا هرسناه، يعني قطعتين حلوين بالشكل ده كده. معانا 2 كوباية من الدقيق، بيكنج باودر معلاه، حبة البركة معلاه، 1 كوب من الحليب، 1/4 كوب زيت أو 2 معلقة من الزيت. المادة الدهنية هنا اختياري، ولكن تفضل إن هي تكون زيت، لا زبدة ولا سمنة. المقادير على الشاشة: جبنة قريش بحبة البركة والبيض و3 بيضات أو 4 بيضات، ومعانا الحليب 1 كوب، وما ننساش البيكنج باودر المادة الرافعة أو العضلات بتاعة الكيكة، ومعانا من الدقيق 2 كوباية. مفيش. طيب تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. بسيطة سهلة. أول حاجة هنخفق البيض مع بعضه. نعم يا غالي. إزاي بس تاخد سكر يا مخرجنا يا جميل؟ دي كيكة أو مافن الجبنة القريش، ما ياخدش سكر. المقادير على الشاشة. مكتوب سكر؟ مش مكتوب سكر، أكون ناسي وكاتب سكر ولا حاجة. هو ده الكلام. 4 بيضات، حلو، 2 كوباية من الدقيق، الله، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة حبة البركة، الله عليك يا عم الشيف. ده ورق نعناع أخضر مش مكتوب في المقادير. من حضراتكم يا ريت نضيفها في المقادير، يا إما نعناع يابس ناشف يعني مفروم، لما أقول نعناع يابس يعني نعناع ناشف، يا إما نعناع أخضر زي اللي معايا ده كده. ونكسره بإيدينا كده كأننا بنعمل سموزي أو عصير النعناع والليموناتا. ليه يا عم الشيف النعناع؟ النعناع مع الجبنة القريش في قلب الكيكة أكيد هيكون إضافة لطيفة وجميلة، زي ما ريحته حلوة لطيفة وجميلة. دايما النعناع بيخلصنا من ريحة التوم، ريحة البصل، وجوده مهم جدا. أنا حطيت النعناع مع البيض، دي فكرة جميلة، أنا بعدي من جنبه كده افتكرته. هناخد البيض كده نخفقه بالمضرب خفقا جيدا. الله. الله. كمان مرة. نخفق البيض جيدا مع النعناع، يوم يديني طعم النعناع. حلو قوي يا غالي، لا هتاخد لا سكر ولا فانيليا، ما انا حطيت النعناع بدل الفانيليا يا غالي حبيب هارتي. كسرت النعناع مع البيض، شفتوا بقى البدايل؟ هي دي التركاية بتاعت المغازل، حطيت نعناع اخضر بدل الفانيليا على البيض، اكيد هنا مفيش زفارة. حلو الكلام ده، بدايل، ما ينفعش احط فانيليا ولا سكر في الكيكة دي خالص. حلو قوي. يعني تقدر تعملها بالجبنة القريش، بالجبنة الرومي، زي ما انت حابة. حلو. هنبدأ نحط حبة البركة شوية كده، ويريد تحمصيها زي اللي انا محمصها دي، وعلى فكرة لما تحمصيها بتدي ريحة حلوة. دي الجبنة القريش مش هنحطها دلوقتي، ده البيكنج باودر بنحطه مع الدقيق، لازم بيكنج باودر، 2 كوباية من الدقيق مخلوطين بمعلقة من البيكنج باودر، بناخد 1 كوب من الحليب، والله بقى حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسامة مفيش أي مشكلة، اختياري. ممكن على فكرة تحط حليب وزبادي الاتنين مع بعض، يعني تعتبر الكيكة دي من مصادر أو من منتجات الألبان، إذا كان حليب أو زبادي. خلطنا الحليب بالبيض بالنعناع بحبة البركة، والنعناع تاني علشان اللي جاي متأخر وما خدش باله، بديل للفانيليا. ننزل بالدقيق بتاعنا المخلوط بالبيكنج باودر، المواد الجافة تتقلب لوحديها. يا نعم، قولولي ايه السؤال؟ الله، سؤال حلو جدا يا شفيق، والله واضح انك انت عايز تنافسني.
ازاي نحمص البيكنج باودر، قصدي نحمص حبة البركة، نحمصها ازاي؟ في طاسة على نار هادية جدا وبنحطها على النار كأننا بنحمص مثلا فول سوداني أو أي نوع من أنواع المكسرات، بس نار هادية جدا تحميص الريحة الحلوة دي. أو الفرن عندنا يكون سخن وبعد ما يسخن نطفيه خالص ونحط حبة البركة دي في صينية ونحطها. إيه الفكرة من تحميصها؟ إحنا بنحضرها هنا بالريحة الحلوة بتاعتها، والدليل على كده لما بنكون عند البيكري أو الخباز أو معدين من جنب فرنة بتخبز عيش فينو عليه حبة البركة، بنشم ريحة حبة البركة على نص الشارع، فالريحة بتشدنا للإيه؟ للمخبز. شايفين الخليط ده كده؟ أهو ده الخليط بتاعنا، هيحتاج لشوية دقيق لأن أحط جبنة قريش، والجبنة القريش هنا بتديني سوائل أهو بالشكل ده كده. آخر حاجة بحطها الجبنة القريش للمقادير عشان أنا بكسرها مش بهرسها جامد. أهو أصبح المقدار هنا زي الفل. تمام، هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هناخد الجبنة القريش الحلوة اللي عندنا دي كده من الست الطيبة اللي على نص الشارع، بتلاقيها دايما واقفة جنب بتاع الفاكهة، باخدها كده أو بنعملها في البيت يعني. أنتوا عارفين بتتعمل إزاي دي؟ سهلة جدا. بتجيب 2 كيلو حليب تغليهم على النار، تطفي النار، معلقة خل، عصرة ليمون، عذاب الملح وعذاب حبة البركة، عذاب الفلفل الأسود، عذاب الكمون، حطي وتحطيهم وتقلبي من وقت للتاني، هتطلع معاكي جبنة أو تكلكع معاكي أو تبقى تقطع معاكي. تاخديها تحطيها في شاشة بيضة وتعصريها جامد وتحطها في التلاجة فترة الليل، تطلع معاكي الجبنة القريش. هنجيب القالب الحلو ده كده بالشكل ده كده، وخلونا نقلب المقادير دي، ما تتقلبش بالمضرب، بالاسباتيولا دي كده. يبقى أنا عملت الكيكة النهاردة عشان الأطفال الحلوين اللي مش بيسمعوا كلام ماما أو ماميتو، هياكلوا واحدة من الكيكة دي، أو بتقدر تعمليه مافن فيها البروتين، فيها الكالسيوم، فيها المعادن. بس تعالي قولوا لطفلك كده كل جبنة قريش يقولك مش بحبها، فأنت كده عملتها له طعم في قلب الكيكة. والكيكة طبعا اللي كمان الأطفال اللي مش بيحبوا البيض، فأصبح إن هو حببناه في البيض. هننزل بالمقادير دي كلها، شايفين الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. هندخلها الفرن. كيكة فيها تفاصيل كتيرة، فيها عناصر غذائية كتير، وبهديها للأطفال الحلوين اللي بيروحوا المدرسة. الله، نقلب المقادير دي كده ونسويها كده. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف، بحطها في الفرن. دي خدت سكر؟ لا. خدت فانيليا؟ لا. ايه بديل الفانيليا في البداية خالص؟ النعناع الأخضر. نشيل كل حاجة من هنا، ودرجة حرارة الفرن عندي 180. اوعى تكوني ناسية تولعي الفرن، ازعل منك. نشوف الفرن ونبص عليه. اللهم صل على النبي. مكانها فين دي يا مخرجنا؟ حلو قوي، دي مكانها هنا في أرضية الفرن بالشكل ده كده. بص لي عليها بصة كده صعبة. طيب، هي الكيكة في الفرن، درجة الحرارة 180، التايم بتاعنا من 30 ل 35 دقيقة. عشان الكل بيتساءل ليه الشيف المغازي بدأ الحلقة بالكيكة بتاعتنا اللي احنا عملناها، عشان نبدأ نشتغل على النار بتاعتنا. ايه رأيك تبص على الكفتة؟ لأن عايز أعمل تركاية كده، وأنا مش بخيل، أنا كريم، فأنا عايز أعمل تركاية مع حضراتكم مهمة جدا. الكفتة خدت لون، قصدي الكيكة خدت لون معانا، اهي خدت لون. حاضر، عينيا. كمان شويه تقول لي هاتها لي الكنترول، اهي بص عليها. ايه رايك فيها؟ شوف التركايه اللي عاملها دي. هنجيب بوله فيها ميه ونحط الميه هنا. يا راجل، اشرب الكيكه ميه؟ اشرب الكيكه ميه؟ ده كلام؟ بيقول لي هتحط الميه دي على الكيكه؟ لا، التركايه دي بقولها وتقدر كل تمام زي الفل. تقدر كل ست بيت بتتابعني دلوقتي تعمل التركاية دي في حالة احمرار الكيكة من على الوش وهي لسه عايزة سوى، وخاصة لما الكيكة تكون فيها التوبنج اللي جواها زي جبنة قريش، فواكه مجففة، عاملاها بالتفاح، عاملاها ايا كان، فمحتاجة ان الكيكة تقعد في الفرن شوية تاني التوبنج اللي جواها يستوي،
فما تاخديش بالوش الاحمر وخلاص. اعمل ايه يا شيف؟ لخص الموضوع. دي ورقه زبده ساحر يا عم. اهي اهي ورقه زبده يا سوسو اهي، هحطها هنا كده. الله، شفت الميه اهي؟ بص اهي، بس خلاص اهي. الورقه دي اعمل فيها ايه؟ اعصرها كده. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهي. واخدها زي ما هي كده اهي. تتقطع؟ لا اهي، هاخدها زي ما هي كده على الشاشه اهي. يلا بينا، يلا بينا. اللهم صل على النبي. ونحطها على الشاشه كده على الكيكه كده اهو اهو. بص عليها بالله عليك قبل ما اقفل الفرن حبيبي يا مخرج. اهي يلا يا فندم. اهي المعلومه الغير معلومه دي مهمه جدا، نغطيها. دخلناها الفرن، سيبيها تاخد سواها براحتها يا غالي. اهي يا حبيبي، بص التفاصيل والخضره اللي جوه الجبنه، بص عليها. هغرفها لك دلوقتي. عينيا، انت مركز مع الشعريه. ناخد الكيكه بتاعتنا دي كده. الله اكبر، دص عليها. الف هنا وشفا من اللي ياكل، مكانها هنا بين الحلوين.